شخصي ما يتمكنش في انتصار في مباراة اليوم، لكن شفنا الروح، لكن شخصي للأسف يعني المباراة الخامسة على التوالي بدون انتصار في البطولة. صحيح تدخل في سيكل خايب سيكل صعيب معناتها، لكن الحاجة لديفيرانس اللي صارت اليوم وبالنسبة لقبل انه الروح اللي كانت مش مفقودة، الاوتوماتيزم اللي كان مش موجود، نقولوا احنا سيركيلاسيون دلا بال، انه كل لحظة تجم تستنى فرصة معناتها كانت في فترة ما مش موجود، اليوم قاعد توجد. هذا تعرف يزمو شوية وقت، معناتها اليوم المدرب عنده 10 أيام برك معناتها في الفريق، معناتها مش في 10 أيام تجم تبدل الفريق، وإحنا في كل 3 أيام عندنا مباراة، معناتها تعرف مش حاجة سهلة. إن شاء الله معناتها بشوية خدمة وشوية رويسيت ربي وفقنا، وكان نقعد ونلعب كما لعبنا في الشوط الثاني تو يجيو الانتصارات ويجيو الأهداف، وما فمش حاجة تخوف على الفريق. إحنا اللي قبل كنا خايفين شوية على خاطر حسينا الاوتوماتيزم والكيب ما عادش عندها الروح الكبيره، ديك انت وقعت تشد ذا، لاحظناه في مباراه ضد العلمه اليوم تاكد في الشوط الثاني. ان شاء الله هذا نبنيو عليه، مش نبداو نلعب مباراتنا كله بنفس النسق وبنفس الروح ان شاء الله. تيسي الناصر محاوله اللاعب رامي جريد اللي انقذ نتسفيخسي اليوم من هدف محقق كان لادم الجيبي، سمعنا ميسي صحح بعد مباراه نادي الهلال. صحيح صحيح رامي ان شاء الله شوية آخر من هنا ساعة ساعة ونص آخر ممكن تم الموضوع ذات ونعلمكم به بصفة رسمية أنه تم إمضاء عقد رامي جريد لعدة الأربع مواسم يوفا جوان 2019، وهذا الحاجة اللي إيجابية. رامي جريدي في الفترة الأخرانية أعطى إضافة للفريق، وتعرف الفريق كيبدأ عنده حارس استانس به واستانس بالفريق، معناتها الستابيليتي معناتها ينجم يعطي إضافة كبيرة، ورامي معناتها اليوم ابن النادي وامضى عقد 4 سنين، هو ثقة كبيرة في رامي الجريدي اللي نجم يعطي الإضافة للفريق ونجم يعطيه سيكوريتي من تالي باش نجم نبنيو الفريق نتاعنا على حسب ما يرام.